جناب العمدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا جناب العمدة، عايزني فيه؟ بلاغ رسمي من شيماء بتتهمك فيه انك سرقت فلوس ابوها وزورت عقد جوازها. كدبه يا عمده، البت دي بتقول كلام كده. انا سالت المازون عبد الحميد. ايه؟ زي ما بقول لك كده، وقال لي على كل اللي طلبته منه، وكان هيموت من الخوف. خلي بالك يا عبد الحميد، هتبقى فضايح. روح للبت وتفاهم معاها احسن. شوف يا جناب العمده، عبد الحميد ده راجل دغري طول عمره، وعمره ما مديت يدي على حق حد، والبت شيماء دي بنت فجره، عجبها العيشه في مصر ومسخره مصر وسجاير مصر. انت ودماغك، انا بنصحك يا عبد الحميد، لم الحكايه وبلاش فضايح. ماشي يا عمر، ماشي يا شيماء، ماشي. انا عايز افهم في ايه؟ المنطق بيقول انت لما تعوز تحمي نفسك بتحمي نفسك فيا. انا الولد مش في ليلى البنت. اتكلمت مع عيشة في حاجه؟ انت مخبي عليها ليه؟ انا طول الوقت بضحك على نفسي عشان خاطر ما ازعلش من موضوع ان اشرف هو امين سرك وهو دراعك اليمين، وكنت طول الوقت بقعد اقول لنفسي عادي، هو اكيد اكيد بيعمل كده عشان خاطر ليلقتي، صح؟ هي دي الحقيقه. مش هي دي الحقيقه. الحقيقه ان ليلى مش اختي، صح؟ ايش قالت لك؟ ايه هشام؟ ليلى عمرها ما هتاكل حق حد. في حقيقة لازم تعرفها، ليلى أختك من لحمك ومن دمك. لا لا، أنا ماما قالت لي على كل حاجة. أنا مش عارف عيشة دي عايزة مني إيه. إيه؟ بقى كل اللي يهمها إنها تسيطر علينا إحنا التلاتة، أنا وأنت وليلى. أنا هنا ليه؟ في السجن ليه؟ بسببها. هو أنت فاهم إن أنا اللي عامل كل الصفقات دي؟ لا خالص، هي اللي كانت بتجيب الصفقة وبتتمها وبتخلصها وتبعت لي سليم امضي، وانا امضي زي الحمار. عارف ليه؟ عشان كنت بثق فيها. كفاهاش كده، راحت لاشرف اللي هيبقى جوز بنتها، اتفقت معاها عليا. ما فكرتش اللحظة شكلنا هيبقى ايه. حتى السكرتيرة لميا كانت عايزة تقتلها. ايه؟ تقتلها. جابت لها ناس عشان يعملوا معاها كده. كل ده ليه؟ لأن هي شكت إن أنا متجوزها وممكن أخلف منها. أمك كدابة يا هشام. كدابة. أمك ما يهمهاش غير حاجة واحدة بس، إنها تسيطر علينا كلنا وتمشينا في الاتجاه اللي هي عايزاه. ليلى من لحمك ومن دمك. ليلى اختك يا هشام. عيشة ممكن تهد اي حد يعرضها، حتى ولو كان على حساب ولادها. اعز الناس ليها. ايه؟ انا اسف. اجمد. ما بتردش على التليفون ليه؟ عادي، ماليش مزاج. رحت لابوك؟ قلت له على اللي انا قلته لك؟ تفرق معاكي قوي؟ ولو كلامك صح اقول له ما قالوش ما تفرقش؟ ولا ايه؟ قال لك ايه؟ ما تنطق، قال لك ايه؟ في
فيها يا ماما؟ مش عايز تعرف قال لي ايه؟ ولا مش عايزه ليلى تسمع؟ اه اقولها انا ولا تقولها انت؟ تعالى عايز ايه؟ لا احنا هنا عيله واحده كلنا بنخاف على بعض، والحاجه اللي تمس واحد فينا تمسنا كلنا، ولا ايه يا اشرف؟ ده حقيقي، احنا كلنا عيله واحده. حلو قوي الكلام ده، يبقى الكلام اللي هيتقال دلوقتي لازم الكل يسمعه. ابوك كالعقلك. كالعقلي. كالعقلي. وقال لي انك بتكذبي. بتكذب؟ بتكذب في ايه يا هشام؟ اقول لها انا ولا تقولي لها انت؟ اتجننت خالص. انت شارب حاجه. مش حال ما كنتش انت اكتر واحد عارفه اني ما بشربش حاجه. هشام انا عايزك. مش قبل ما ليلى تعرف كل حاجه. ماما بتقول لي ان انت مش قلت. هشام! يعني ايه مش اختك؟ يعني زي ما سمعت. هشام 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 عايزك. عايز ايه انت كمان؟ عندك كلمتين عايز تقولهم مش عايز حد يعرفهم. ما تبص مرين. يعني ايه الكلام ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ زي ما سمعت كده بالظبط. عيشة هانم بتقول ان انت مش اختي، وان هي لقيتك في الشارع بتربيكي بس شفقة ورحمة من عندها. يعني ايه الكلام ده يا ماما؟ عيشة هانم لما لقيت بابا كتب لك كل حاجة باسمك ضايقت، قالت ازاي؟ ازاي ما ياخدش رأيي؟ راحت عملت ايه؟ قالت عليك ان انت مش اختي عشان خاطر تقوم الدنيا ما تقعدهاش. فهمتي؟ وبابا قال ايه؟ بابا قال انها كذابة للأسف. وانا عايزة اتأكد من الكلام ده. من حقي، من حقي اعرف مين صادق ومين كذاب. عيشة هانم ولا سليم بيه؟ خلاص خلاص اهدي. اتجننتم ولا ايه؟ ايه يا عيشة هانم؟ ايه؟ ده بيت سليم بيه؟ عيلة واحدة ولا مش عيلة واحدة؟ وفي حد يقول لهم انت كدابه؟ اتجننتم؟ انا مش هسيب الدنيا دي تلطش فيكم كده. فكروا دي مصلحة والمصلحة لينا كلنا. ليلى! ايه ده؟ تقرا. قريت وما فهمتش. ايه ده؟ دي عقود الفيلا دي. عقود دي بتثبت ان الفيلا دي مش ملكي. يعني ايه؟ يعني انا مزورة. ايوه، ما كانش قدامي حاجه اعملها غير كده. طب ليلي تعرف الكلام ده؟ لا ما تعرفش. ولو وصلت انها تبيع الفيلا هتعملي ايه؟ مش عارفة، مش عارفة. وكرم؟ شخص حقير، مش عارفة ايه اللي في نيته. أكيد بيدبر لي حاجة مش كويسة، عايز يوديني في داهية. هو كده، شخص من جواه مش نظيف. باين جدا من موقفه واللي عمله مع محمود. شكر. المفروض مفيش أي حد يعرف حاجة عن الورق ده خالص.
انا ارتحت حقيقي ارتحت. كنت محتاج اني افضفض واقول لحد سري عشان ارتاح. اقول لك على حاجه، الفراعنه زمان كانوا يعملوا نقوش على جدران المعابد عشان محدش ينساهم. كل لحظه بيني وبينك محفوره منقوشه جوه قلبي. صدقيني لو قلت لك انا عيني ابتدت تشوف الدنيا بشكل تاني من اول ما شفتك. طب ليه بتعيطي؟ جايز دي تكون الدموع راحه لانك شلت من على قلبي حمل كبير قوي. هو انا شكلي جيت في وقت غير مناسب ولا ايه؟ ليلي بصي والله والله العظيم انت فاهمه غلط. فاهمه ايه اللي غلط؟ انا فاهمه كل حاجه صح يا حبيبتي. اصل انت تموتي لو ما امنتيش على اتنين تلاته رجاله كده يبقوا تحت رجليكي وقت ما تعوزيهم. ايه؟ والله العظيم انا افضحك لاهل البلد كلهم عشان يعرفوا قد ايه انت راجل واط. وانا اقول اني جبتك هنا عشان الم شرفي وسمعتك كده كده زي الطين، يعني لو قطعتك بين حته محدش هيلمني. ده انا اشرب منك يا وطي يا خاطر يا زباله. بقى عايزه تطلعي جتة امك من تربتها؟ هطلعها وهسجنك وهشوفك متعلق بحبل المشتاه يا جماعه. مش هتقفل. هتقفل الحين؟ هربطك واقعدك هنا زي الكلب من غير لا اكل ولا شرب. ها؟ يا فجره عشان تضلي وتلف على حل شعرك كويس. اما وريتك. عم هنا جاتك الهم يا ولدك. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.